وكالة الأنباء الليبية تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة إن الإيطالية كلاودو ديسكاليزي الأربعاء عن مضاعفة إنتاج الغاز المسال في ليبيا ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025. جاءت تصريحات ديسكاليزي حسب الوكالة خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين في لندن، إذ أكد أن الشركة في وضع يتيح لها مضاعفة إنتاج الغاز في ليبيا، كما قال إنهم يعملون على زيادة توزيع نشاط الشركة داخل البلاد.